من ضمن الأسئلة، أنا محتارة جدا. أنا شغالة حسابات في مدرسة، باخد 2000 جنيه وبصرف منهم مواصلات، والمدرسة بعيدة جدا، وفي مدرسة جنبي بيني وبينها 10 دقايق وفيها باص والمرتب 2500، بس هشتغل ريسبشن، أعمل إيه؟ تعملي إيه على حسب أنت حابة تكملي في مجال إيه؟ حابة أكمل في مجال الحسابات علشان بعد كده أروح مدرسة تانية تديني مرتب أعلى، أو شركة أو، ولا أنا بصراحة ربة منزل وجنب البيت وبمشي أموري، وأنا أصلا ماليش أي شغلانة وبمشي حالي. لو انت من النمط التاني، نصيحتي اي شغل ساعتها سيبي بقى ولا الريسبشن ولا بتاع، انت اصلا يعني كل شغل انت المهم تاخدي جنب البيت وتروحي، ومجهود اقل عليكي وسالري اعلى، فساعتها ده هتكون بالنسبه لك الطف. لكن لو انت بصراحه لا، انا عاوز اكون حسابات واطور من نفسي و ساعتها هيكون الخيار الاولاني كويس. ولكن صبرنا على الخيار الاولاني لا يعني ان انا افضل مستمر عليه طول العمر. ففي هذه الحاله يجب على ان احنا ننتقل الى مجال اخر، او اقدم على مدارس تانية. لا انتظر ان افضل على هذا الراتب، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله تعالى.